تعب. نعم نعم محمد زياد مدير مكتب الإعلام والمعلومات الخدمية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية. طبعا وجودنا هنا جاي بناء على شكوى من مصدر موثوق بأن في بعض العمالة وبعض العاملين في هذا المطعم لا يحملون شهادة صحية، والمتوقع إصابتهم بأمراض خطيرة معدية. وطبعا من واجبنا احنا تواصلنا مع جيادة العلاقة كالحرس البلدي، وقمنا باستخراج مفتشينا والقيام بجولة استهدفت هذا المطعم بمنطقة سياحية للتأكد من مدى مطابقة المطعم للمواصفات والاشتراطات الواجب توفرها، وأيضا تأكد من الشهادة الصحية وإجراء تحاليل. ولأول مرة نقوم باستخدام الحقيبة التفتيشية اللي هي الفريدة من نوعها وذات تطور علمي فائق، وقمنا بأخذ عينات من اللحوم والبي اتش والزيوت والدهون للتأكد من نسبتها حتى تطابق مع المواصفات الاشتراطية. ولازلنا الآن نقوم بالجولة وحتى تظهر التحاليل، وطبعا نبلغكم منها، وهذه حاجة تصب في مصلحة الجميع ومصلحة المستهلك، وبإذن الله مستمرين وشكرا. خلاص هذه درجة حرارة تمام. تو احنا شو بنديروا؟ نقيسوا درجة حرارة. دكتور نور الضاوي مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية. الحملات الفجائية أو الحملات التفتيشية التي تحدث بين الحين والآخر هي بناء على شكاوي من المواطنين أو جولات روتينية يقوم بها المركز. عندنا رقابة داخلية على مستوى ليبيا تشتغل بفعالية منتظمة، عندنا من الشرق للغرب للجنوب، نقوم بعدة حملات تفتيشية للنظر في مدى مطابقة الاشتراطات الصحية من عدمها، اللي طبعا أي مخالفة أو أي خلل نجدوه في المطاعم أو في المخابز أو أي منتج أي تداول غذائي يتم إيحاءه للجهات الضبطية أو للنيابة العامة. في واحد هنا يصدق. ها؟ لا هذه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا نقيب بديع ميلاد تابع وحده مراقبه الاغذيه والادويه فرع طرابلس جهاز الحرس البلدي، ومكلف مع مركز الرقابه على الاغذيه والادويه. حاليا قايمين بحمله تفتيشيه مع مركز الرقابه على الاغذيه في منطقه السياحيه. تم التفتيش على مطعم بيروت بالتحديد في منطقه السياحيه من ناحيه النظافه والشهاده الصحيه للعمال، وتو حاليا قايمين بالجوله والجوله قاعده مستمره يعني. هذه الحقيبه للكشف عن مدى صلاحيه الاغذيه مستعمله. طبعا عندنا اجهزه مدى قياس استعمال الزيت